أهلا بيكم في نوتة جديدة. هنتكلم النهاردة عن الزلازل. أول حاجة لازم نعرفها، الأرض اللي احنا عايشين عليها بتتكون من إيه؟ أول مكونات الأرض هو لب الأرض، وده حوالي 15% من حجم الأرض، وبيتكون من الحديد والنيكل، وبينقسم للب داخلي وحواليه اللب الخارجي، ودرجة الحرارة فيه تقريبا من 4000 ل 6000 درجة مئوية. بعد كده موجود الوشاح، وده حوالي 84% من حجم الأرض، والصخور اللي فيه بيتكون من السلكة والحديد والمغنيسيوم، ودرجة الحرارة حوالي 4000 درجة. آخر حاجة هي القشرة الأرضية، ودي أقل الطبقات سمكًا، وهي دي اللي احنا عايشين عليها واللي احنا هنتكلم عنها. القشرة الأرضية هي اللي احنا عايشين عليها، لكن هي شكلها في الحقيقة مش زي الصورة، مش قطعة واحدة. القشرة الأرضية بتتكون من مجموعة من الألواح جنب بعض اسمها الألواح التكتونية، والحركة اللي ما بينهم هي أساس حركة القشرة الأرضية. عشان نوضح شكل الألواح التكتونية، نتخيل سوا بحر متجمد، والبحر ده عايم عليه ألواح التلج جنب بعض زي الصورة كده. أهو ألواح التلج المرصوصة جنب بعض دي نفس الشكل بتاع الألواح التكتونية تقريبا، وهي مرصوصة بتكون القشرة الأرضية. الحركة بين كل لوحين من الألواح التكتونية ممكن تكون احتمال من 3، يا إما اللوحين يقربوا في اتجاه بعض، أو إنهم يبعدوا عن بعض، أو إنهم يتحركوا جنب بعض. أهو الحركات دي هي من أهم مسببات الزلازل. يعني في حالة إن اللوحين يتحركوا ناحية بعض، اللوحين هيصطدموا ببعض بقوة، زي أكن عربيتين خبطوا في بعض، وبالتالي من شدة الصدمة عربية من الاتنين هتطلع فوق التانية. نفس الفكرة في الألواح التكتونية، مع قوة التصادم لوح هينزل تحت التاني، ومن شدة الصدمة هينتج تشققات وصدوع في الألواح، وموجات زلزالية هي اللي بتسبب الزلازل. أما اللوح اللي هينزل تحت التاني فده بيقرب للوشاح، وبالتالي الصخور هتتحرك لدرجة حرارة عالية جدا من الوشاح، وببساطة هتسيح وهتطلع تاني فوق من خلال تشققات وتصدعات على شكل حمم بركانية، وهتكون بركان. يبقى نقدر نقول إن الزلزال هو اهتزاز مفاجئ للأرض نتيجة مرور الموجات الزلزالية خلال صخور الأرض بسبب حركة القشرة الأرضية. والمكان على سطح الأرض اللي تحتيه النقطة اللي بيبدأ عندها الزلزال اسمها بؤرة الزلزال. نتمنى إن الفيديو يكون عجبكم، وإلى لقاء قادم.